يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذه السلسلة من الآيات الكريمة فيها مضامين. الآية الأولى تقول نزل به الروح الأمين، والمقصود من الضمير به يعني بالقرآن. والحقيقة النزول هنا يعني نزول معنوي مو نزول مادي. نزل به يعني جاء به، وإلا احنا لما نرجع إلى الأدلة العلمية الأفلاك ما بيها صعود ونزول إلا شيء نسبي. على العموم المقصود به النزول المعنوي، يعني أن الذي حمل لك القرآن، الذي جاءك بالقرآن، الروح الأمين. هنا عندنا أشياء ثلاثة يجب أن نقف عندها. الشيء الأول تعبير القرآن الكريم عن جبرائيل بأنه الروح. ليش؟ نظريات أكو ثلاثة. نظرية الأولى أنه إنما عبر عنه بالروح من باب تسمية الشيء باسم بعض ملابساته، لأنه هو يحمل الروح. الروح اللي يحملها شنو هي؟ القرآن. القرآن الكريم بالواقع روح الأمة، يعني لأنه الأمة اللي ما إلها بعد حضاري، الأمة اللي ما إلها روح فكرية معنوية، أمة ميتة، يعني أمة ما الأجساد تأكل وتنام بس. وفعلا أنت هاي المعنى هذا ظاهر، أنت أدرس تاريخ العرب قبل الإسلام وتاريخ العرب بعد الإسلام، ويأكو فرق، ما في نسبة. يعني قبل الإسلام مجموعة سرادم هي موطئ للأقدام، إجا الإسلام رفعهم وبوأهم مكان ما كانوا يحلمون بها. زين، لما ابتعدوا شوية عن الإسلام رجعنا إلى ما كنا فيه. مع الأسف يعني هذا هو المعنى، هذا هو الواقع اللي نعيشه. وأنا الحقيقة ما يعني أدعو إلى الرجوع إلى حرفيات، يعني مؤكد بعض الناس يدعو بالنسبة إلى الإسلام يدعو إلى الرجوع إلى حرفيات، يعني تمسك بحرفيات، يعني مو رجوع إلى المضامين، إلى الروح اللي هي روح القرآن الكريم. طبعا روح القرآن تختلف عن التمسك بالظواهر. هذا ما نقدر نلج به هذا الموضوع، لأن به بعد شوية طويل، وإن شاء الله نتناوله بالليالي الآتية. بس أن الروح بالنسبة إلى الأمة، الروح ما في شك أنه هو القرآن الكريم بعث فيها روحا. ومن قبل القرآن كانت مجموعة من الناس تتحرك وتتصرف تصرف جسدي صرف، يعني غرائز معدة وغريزة وتجارة، عدا ذلك أبعاد أخرى يمكن أن ترتفع بمستوى الأمة ما كان موجود قبل مجيء الإسلام. أجل الإسلام طبعا غيرها للحالة،
غيرها تغيير هائل. يعني أصبحنا نقود الأمم، وأصبح فكرنا هو الفكر الطاغي، وقعدنا قدرنا أن نبعث النور في الظلمات. سبب شنو؟ سبب وجود الروح التي هي مضامين الإسلام. زين، وأنت الآن لا تروح بعيد، يعني تفضل الآن تعال إلى الناس اللي ما يحملون عقيدة. الإنسان اللي ما عنده عقيدة، ما يحمل عقيدة، ما يعني ما تعبر عنه إلا جسد. وإن كان أنا ألفت نظرك، ترى ماكو واحد ما يحمل عقيدة، لكن تختلف العقائد. واحد يحمل عقيدة سماء، واحد يحمل عقيدة أرض. وإلا حتى هذا اللي يسمي نفسه ملحد، هو الإلحاد فكر عنده، نبالي نفس الإلحاد مجموعة من المضامين. يعني هذا تهرب من واقع يعبر عن نفسه بأنه علماني أو ملحد أحيانا، وفي واقع الأمر هو يحمل أفكار، كل ما في الأمر أنه أفكار دنيوية. فإنما عبر القرآن الكريم عن جبرائيل بأن الروح، لأن حامل للروح، لأن روحنا القرآن الكريم. القرآن الكريم هو روحنا. هسه أعتقد قد يسألني سائل يقول لي شو هاي الروح مو قادرة توحد ما بيناتنا، ليش؟ شنو مو قادرة تخلينا مثلا نرتفع إلى مستواها؟ شو جا نتمسك بحرفيات عجيبة غريبة؟ هاي الحقيقة مو ذنب العطاء، لا، ذنب حامل العطاء. يعني أنت الآن تلقى أكو ممارسات حتى عند الدول الراقية، بعض ممارساتهم ما لها علاقة بالقانون، مو ذنب القانون، القانون محطوط على الرف، والممارسات التطبيقية شيء آخر. هذا مو ذنب، كل أمة بيها هيك شرائح من الناس، بس هذا مو معناه أن الرسالة ما بيها حيوية، لا، الرسالة بيها حيوية، إحنا مو بالمستوى المطلوب. طيب هذا رأي. الرأي الثاني لا، أن نزل به الروح الأمين لأن جبرائيل مخلوق من الروح فقط، مو روح وجسد. شلون؟ تنبه لي لهالنقطة. يعني الآن إحنا كبشر أكو عندنا روح وعندنا جسد، ولذلك تلقى التكاليف الشرعية والعقائد عندنا قسمين، قسم يرتبط بالروح وقسم يرتبط بالجسد. يعني مثلا عقيدة الوحدانية هاي لها علاقة بالروح، ما لها علاقة بالجسد. أنا أعتقد بأن الله واحد، هذا معنى له علاقة بالروح، ما له علاقة بالجسد. لكن أنا أصوم بشهر رمضان، هذا له علاقة بالجسد، وإن انعكس على الروح، لكن علاقته بالدرجة الأولى بالجسد. يعني أقدر أسميه تكليف يرتبط بالجسد. الله كلفني بالصوم حتى الصوم يعدل لي معدتي، الصوم نعم يقضي لي على الفضلات المتبقية بالجسم، الصوم يعلمني على تقوية الإرادة من ناحية أخرى. هو على كل حال يتوجه للجسم وإلى انعكاسات على الروح، لكن بالدرجة الأولى تقدر تعتبره تكليف جسمي. مثلا أكو عندنا تكاليف إلى علاقة بالجانب الاقتصادي، والجانب الاقتصادي مرتبط بالدرجة الأولى بيش؟ بالجسد. فهاي التكاليف نعبر عنها تكاليف جسدية، وعندنا تكاليف له روحية. تكاليف الروحية مثلا الإيثار، نبه لي الإيثار، بسم الله الرحمن الرحيم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الإيثار ما إلى علاقة بجسد، إلى علاقة بالروح، أني أنا أجوع وأبطي قسم من طعامي لجايع آخر، هذا معنى خلقي يرتفع بالنفس، هذا من آثار الروح. يعني هذا تكليف إلى يرتبط ارتباط مباشر بالروح. فبالفعل إحنا عندنا التكاليف قسمين، قسم إلى علاقة بالروح وقسم إلى علاقة. ليش؟ لأن الإنسان كائن مركب من الروح والجسد، ولذلك تلقى الرسالات اللي تعالج جانب واحد من الإنسان ما نقدر نسميها رسالة كاملة. يعني إذا عالج مشكلة الروح وما عالج مشكلة الجسد، علاج ناقص. أرجوك أنا يجي واحد يعالج لي روحي وأنا معدتي بعد ساعة جوع، تريد طعام، تريد خبز، الخبز أنا ما أقدر أملأ بطني بالدعاء،
مش شكل. ولذلك لولا الخبز لما عبد الله. اريد رغيف خبز، اريد اشبع، الدعاء ما يفيدني بالنسبه للخبز. ها، في نفس الوقت جسدي بعد ساعه اذا تمرض يريد دواء، اذا ما نفع الدواء ذاك الوقت انقطع الى الله عز وجل بالدعاء. لكن مبدئيا اذا مرضتم فتداووا، الله ربط الاسباب بمسببات. زين، فاذا اي رساله او اي نظام او اي قانون يعالج جانب من جوانب الانسان ويترك الجانب الاخر ما ينجح طبعا. ولذلك الرسالات الروحيه فقط، الرسالات الروحيه فقط ما تحل مشكله، والرسالات الماديه فقط ما تحل مشكله. انا اريد لي رساله تجمع بين الروح وبين الماده، لان انا مكون من الروح ومن الماده. فلذلك جبرائيل عليه السلام مخلوق منين؟ مخلوق من روح فقط، مو من جسم وروح. ولذلك تكاليف الملائكه تكاليف روحيه صرفه، ما عندهم تكليف مادي. هاي اثنين. الامر الثالث، لا، انما عبر عنه بالروح مو بس هاي، لانه لا يموت. نبه، المجردات ما تموت، الروح من المجردات والروح ما تموت. شوي خلي اقرب لك المعنى. انا اذكر الله يتغمد بعض اساتذتنا برحمته من فقهانا، الشيخ احمد حسين كاشف الغطاء قدس الله روحه، اتخطر انا صبي وقرات عندهم في مدرسته، فقرات كلمه الحسين عندما خاطب اخته زينب، قالها: اعلمي ان اهل السماء يموتون واهل الارض لا يبقون. من خلصت صح لي، تغمده الله برحمته، قال لي: يا ابني الحسين ما يقول هالشكل. قلت له: ليش مولاي؟ قال: الحسين ما يقول ان اهل السماء يموتون، لان اهل السماء مو من جنس ما يموت، اهل السماء ارواح مجرده، والارواح المجرده ما تموت. اعكس العباره، قول اهل الارض يموتون واهل السماء لا يبقون. تمام، لا يبقون، لكن لا يبقون مو معناه يموتون. نبه لي. فبدا يشرح لي الله يقدس روحه. فواقع الامر هالجانب، هذا جانب مهم، ان جبرائيل عليه السلام مو من جنس ما يموت، هو الرساله اللي يحملها هي خالده وهو خالد في حمل الرسالة. هاي ثلاث آراء. زين، ثم الآية انتقلت، عبرت عنا بأن الأمين، قالت: نزل به الروح الأمين. شوي والله هالنقطة خلي نوقف عندها لأن ترتبط بموضوع مهم. جبرائيل أمين بإجماع المسلمين، أمين على الرسالة وأمين على فهم الرسالة. يعني الله عز وجل عندما يكلف بحمل الرسالة يكلف سيد الملائكة، يكلف جبرائيل حامل الرسالة اللي القرآن يعطيها التزكية، يعطيها الشهادة بأنه أمين. جد، كل مسلم يقرأ القرآن يقرأ هاي الآية يعرف أن جبرائيل أمين، والأمين ما يخون. جد، هل خزعبلة هاي اللي لازميها بعضهم وقاعدين يطبلون بها ليل نهار؟ ها، كل ما يقعد له مكان دول الشيعة من يخلصون من الصلاة يقولون خان الأمين، كأنه احنا جايين من كوريا مو أبناء القرآن ولا أبناء الرسالة الإسلامية ولا حملة الفكر الإسلامي. ليش يعني؟ أرجوك، يعني شنو الدوافع وراء هذا؟ والغريب اللي يخليك تستغرب أكثر، لو تصدر هالكلمة من جاهل ها ما تستغرب، تقول هذا جاهل ما يعرف، ما عنده اطلاع. لكن أرجوك لما أجي أشوف لي فد مفسر ينسبها إلى واحد من الشيعة، ومفسر آخر هم ينسبها إلى واحد، وشلون مفسر؟ يعني قمة وحياتك. الفخر الرازي مو عادي، فخر الرازي ثروة علمية أنا أعتز به، وإلى فضل على الفكر الإسلامي الفخر الرازي، وكذلك القرطبي، القرطبي من فقهاء المالكية الرائعين، إحنا ما نبخش واحد حقه.
هذول لما تريد تسألهم وتحاكمهم تقول له تعال انت وين لاقي هالرواية؟ عدما وين بلا شو تجيب ليها؟ ها؟ بيا مكان هسا ماكو مخرف، ما اكو فرد واحد مثلا راوي يجيبوا لنا اياه يقولون هذا موجود بالمكان الفلاني، وين الرواية؟ يا سيدي غريب، انت تستغرب والله. يعني انا لما اقرأ القرآن واقرأ ان جبرائيل امين، كيف اعتقد ان جبرائيل يخون بحمل الرسالة وبدل ما يودي الرسالة للامام علي يوديها للنبي؟ منين يعني هالمعنى؟ على اي حال هي هاي تحطها وهي عطفها على امثالها، ويا ما شاء الله اشقد اكو من هالنوع، كانه الكذب حلال علينا. ما اعرف يعني شنو ليش شيء ما ادري. والواقع هاي ثغره، هاي الثغره انا ادعو الجيل الواعي، انا ادعو الجيل الواعي من المسلمين ان ينبذ الاصنام، اصنام العصبيه، ها؟ سواء كانت العصبيه عندنا او غيرنا، عند غيرنا. يعني انا اكد لك يعني الناشئه الاسلاميه احنا لا نصير مثل ما يقول المثل الاباء يحصرمون والابناء يضرسون، ها؟ ماكو ليش؟ يعني احنا هالتراث هذا الموبوء النقله الى اجيالنا، احنا بحاجه الى جيل متين. انا ادعو الشباب المسلم ان لا يتقيد بهذه الاقوال ما لم يحاكمها. يعني انا لما اشوف لي نظريه ليكون طراد اصدق بيها قبل ما ارجع الى هالنظريه اشوفها شنو. اتخطر انا اكثر من مره رويت لك بعض قضايا، قلت لك فد يوم شفت واحد من كتابنا يحمل على الشافعي يقول ان الشافعي هذا يجوز ان واحد ياخذ بنته يتزوجها. امام الشافعي مذهب من المذاهب الإسلامية، رجل من الفقهاء، الإمام الشافعي إلى مركز العلمي، شلون يجي خالف النص الصريح بالقرآن؟ حرمت عليكم ها وبناتكم، زين شلون يجي خالف للنص؟ خلي أشوف المسألة شنو تطلع. تدري المسألة شلون طلعت؟ طلعت المسألة أن الإمام الشافعي يقول إذا واحد زنى بامرأة والمرأة حملت وولدت من الزنا، هاي المولودة من الزنا هل تعتبر بنت شرعية تحرم على أهل أبيها؟ يو لا، حكمها حكم الأجنبية، يقدر يحد عليها ويتزوجها. يقول لا هذه مو شرعية، لأنه الولد للفراش وهنا فراش ما أكو، الفراش يعني العقد الشرعي وهنا ما أكو عقد شرعي، فهاي أجنبية حكمها حكم الأجنبية. متنبه لي؟ وهذا مو بس هو يذهب إلى هذا الرأي، لا لا، وايا جماعة يذهبون إلى هذا الرأي من فقهاء المذاهب الإسلامية. واذكرت لك أنا الله يقدس روح السيد الحكيم قدس الله روحه، السيد محسن يذهب إلى هذا الرأي. المسألة إذن مو مسألة أن واحد مسلم يجوز يقول واحد يجوز لا يأخذ بنته، لكن شوف واحد لما يريد يهرج شلون يصبها، يصبها بهالقالب. إحنا لما نقرأ أرد أكرر، أنا أكلف الشباب المسلم الواعي، مو الشباب اللي حاطيه بقوقعة حاطيه ويضخون براسه معلومات كذب، ها؟ لا، هذا الشباب الواعي المتفتح خلي يقرأ. يا أخي اقرأنا، اقرأنا مثل ما نقرأك، اقرأنا، ها؟ حتى لا تصدق كثير من هالافتراءات هاي. لا، احنا يهمنا جماعة المسلمين، وحدة المسلمين تهمنا أكثر مما يهمنا رأي فلان وفلان. إذن أرجع للآية، في الآية تقول نزل به الروح الأمين بإجماع المسلمين أن جبرائيل عليه السلام حامل الرسالة وأمين على حمل الرسالة وما يمكن يفرط بأمانته، فلا يصح أن هناك مسلم يقرأ القرآن ويعتقد أن جبرائيل يغلط أو يحمل الرسالة يوديها إلى جهة غير الجهة التي أرسلته السماء من أجلها. هذا كلام لا سبيل إلى قبوله، وفي واقع الأمر من اللي كل من يقوله ما يهمنا إحنا، خلي يقوله مهما يقوله ما دام هو كذب الحقائق تعرب عن نفسها، الحقائق تتكشف.
أرجع للآية. نزل به الروح الأمين. ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت على قلبك لتكون من المنذرين. هنا على قلبك أكو بها نقاط ونمر بها. أولا ليش على قلبك؟ أولا هدف الآية أن تبين شرف هذا العضو، أن القلب هو أشرف الأعضاء. مو يقول النبي صلى الله عليه وآله أن عند الإنسان مضغة، إذا صلحت صلح الإنسان وإذا فسدت فسد، جن أو على رواية صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد، جن. هذه المضغة شنو هي؟ القلب. الله عز وجل يريد يشير إلى أهمية القلب. زين أهميته شنو؟ أولا ترى التعبير عن القلب المقصود بالذهن، يعني مركز التصرف العقلي، هذا المقصود بالقلب. زين وإلا القلب إذا جردناه عن هاي الوظيفة العقلية، المضخة يعني ضخ الدم وتسحبه، مو فد شيء مهم. إنما القلب بيش إدراكه. القرآن الكريم يجاري العرب في تعبيراتهم، العرب يعبرون عن العقل بالقلب، وهذا معروف من تعابيرهم نصوصهم الأدبية. وكائن ترى من صامت لك معجب، زيادته أو نقصه بالتكلم، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، المقصود الفؤاد يعني العقل. فإذا أول أهداف الآية أن تبين شرف هذا العضو اللي عنه ينبثق التفكير الموزون. والحقيقة ملاك التكليف هو العقل. الإنسان إذا ما عنده عقل ما يكلف، مو بس ما عنده عقل، لا حتى لو يكون عقله خفيف ما يكلف، لأن الله عز وجل شو تقول الآية الكريمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا إذا شوية مثلا عقله مو شيء يتكلف حسب عقله. أنت ما تقدر تكلف الإنسان العالم الضخم اللي عنده فكر، عنده وعاء عقلي كبير، مثل ما تكلف الجاهل اللي وعاء العقل ضيق. لا، كل واحد إلى تك. ولذلك إحنا الآن إذا نلقانا مثقف ينحرف نعتبر جريمته جريمة بشعة، بعكس الجاهل. الجاهل نقول أن هذا جهلة دفع إلى ارتكاب هذه الجريمة. زين، هاي ناحية. إذن الإنسان مناط تكليف ياهو عقله، الإنسان مناط تكليف مناط الحكم عليه يرتبط ارتباط مباشر بقواه العقلية. فهدف من أهداف الآية أن تبين أهمية هالعضو، هاي ناحية. الناحية الثانية أو السبب الآخر، إنما عبرت بنزل على قلبك حتى لا ينسى، لأن أحيانا إذا تنزل العبارة على السمع دون القلب ينساها الإنسان. الإنسان إذا ما قلبه متوجه للشيء، يعني أنت أحيانا قد تدور على شيء هو قدامك وما تلقاه قدام عينك وقدامك أبدا، بس إذا ما تشوفه لأن القلب ما متوجه إليه. القلب إذا توجه إلى في واقع الأمر هو التوجه بالنسبة للقلب. فلما يقول نزل حتى ما ينسى، يعني بتعبير آخر هاي بديل للعبارة بسم الله الرحمن الرحيم سنقرئك فلا تنسى، يعني راح نخليك ما تنسى، لأن هذا راح يكون بوعيك، القرآن راح يكون متركز بوعيك. هنا أكو نقطة مهمة. النقطة المهمة شنو؟ أن النبي صلى الله عليه وآله لما توفى القرآن كان مجموع، لو مو مجموع، لا مجموع القرآن وبروايات كافة المسلمين ترى، لكن أكو بعض الناس سمعين عن جانب عين بعين وحدة، لا القرآن مجموع كان، نبهلي، مجموع وبروايات كافة المسلمين وعشرات الروايات موجودة. النبي صلى الله عليه وآله استدعى علي بن أبي طالب وقال له هذا القرآن وراء سريري وراء مضجعي هنا موجود مجموع اجمع. وفعلا الإمام علي عليه السلام، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه،
ما نزع رداءه حتى أكمل جمع القرآن. والروايات روايات السيوطي وروايات الزرقاني وروايات مجموعة من علماء المذاهب الإسلامية بالإضافة إلى رواية الإمامية تقول أن الإمام علي كتبه وكتب شروحه وتفسيره وياه. كانت الآية لما تنزل يسأل النبي عن معناها، هنا الآية الناشخة، الآية المنسوخة، المجملة، المبينة، يسأل عنها ويسجل هالمعلومات كلها، يسجلها وجمعه وأقبل به. يقولون هاي عبارة المؤرخين، يقول حمل بعير، ها؟ يعني طبعا لأن كان الورق مو متيسر، كان يكتبوا برق أحيانا ويكتبوا بقباطي مصر أو غيره، فيصير إلى حجم كبير. جاب الإمام علي عليه السلام وطرح، قال لهم هذا أنا جمعته كما أملاه علي رسول الله. النص القرآني ما باختلاف أبدا، هذا اللي موجود بين الدفتين اللي موجود الآن. ولذلك واحد من أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه طبع لي، قال له سيدي كيف نقرأ القرآن؟ قال له اقرأوه كما يقرأه سائر الناس، مثل ما يقرؤ الناس عينا، اللي يقرؤ المسلمين هو هذا القرآن بين الدفتين، ما بزيادة ولا بنقيصة. نعم أكو شروح، أكو تفاسير، ها؟ بعض الآيات بها تفسير، بها شروح، بها نص على أفعال بعض الناس. هاي الشروح لما جابها الإمام علي قالوا لا حاجة لنا بقرآنك، وكرت هذا من رجالك بمشاكل وخر فعلا. قالوا والله لم تروا أبدا، وفعلا رجع. وإلا أصل القرآن ما بيختلف أبدا، هذا اللي موجود بين الدفتين، ما عدنا واحد يذهب. أكو روايات ظاهرها يوهم بالزيادة والنقيصة، احنا نطرحها. يعني خلي ما أقول مريت بالمسألة هل ألفت نظرك؟ أكو حملة على الكليني رضوان الله عليه بأن هذا يذهب إلى أن القرآن محرف، دخل ألفت نظرهم لدولة، وإن كان أعتقدهم وشايفيها، لكن مثل ما قلت لك عين بعين وحدة. ها الكليني في صدر كتابه يقول أي رواية بهذا الكتاب اعرضوها على كتاب الله وسنة النبي، إذا وافقت كتاب الله وسنة نبيه خذوا بها وإلا اطرحوها. هذا شرطه، هو الرجل هو مشترط هذا الشرط، نبالي. إذن أي رواية يوهم ظاهرها التحريف نرمي بها عرض الجدار، لأن الله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن الكريم محفوظ عن الزيادة. نعم أكو عبث بالتفسير، تمام، أكو لعب بالتفسير، تمام، لأن اللي يفسروا القرآن احنا جماعة أكو كثيرين يفسرون القرآن وعليهم علامة استفهام، يفسرون القرآن وعليهم علامة استفهام كثيرة موجودة، وما أريد أدخل الشاب الموضوع لأن الموضوع إلى وقت آخر. إذا في القرآن الكريم من هالناحية لما نزل على قلب رسول هو محفوظ، يعني لا سبيل إلى نسيان أو ضياع أبدا. ليش؟ لأن نزل على وعي رسول الله ووعاه النبي، ولهذا كانوا يعرضون عليه القرآن بالسنة مرة، والسنة الأخيرة من حياته الشريفة عرضوا عليه مرتين، والنبي نص عليهم قالوا هاي السورة هذا مكانها، هاي الآية هذه مكانها، إلى آخره، كلها مرة عليها محفوظة، والقرآن من أيام النبي مجموع. لكنه إجت روايات تقول أن القرآن تصدوا إلى جمعة جماعة بعد النبي. القصد شنو؟ أن تصير منقبة لان جمع القرآن، لا هو مجموع من أيام النبي ومنتهى من عنده. طيب إذا عرفنا هذا، وأهم ألفت نظرك لنقطة أخرى، ترى الطريقة اللي يرويها البعض في جمع القرآن ما تبعث على الإطمئنان. يقول كانوا ينتظرون أن يجي واحد حافظ له آية ويجيب له شهود اثنين يقبلون من عند الآية. أرجوك الذاكرة تنسى، يعني أنا لما أحفظ لي شيء إذا ما أراجع أنساه يروح من عندي 20 سنة مثلا أو 10 سنين وينسى،
وفلان جاب له آية وناشيها وناشي قشم من عدة، هذا مو طريقة تبعك على الاطمئنان في جمع القرآن. لا، يعني أنا لما أريد أسوي لي فضيلة الواحد ما ينبغي أن أكون على حساب القرآن، أجي أبعث الشك في القرآن من أجل أن أسوي لي فضيلة الواحد. لا، الواقع أن القرآن مجموع في أيام الرسول، وحتى روايات المذاهب الإسلامية تتنص على أربعة، وهي مو أربعة، لا عشرات أكل اللي جمعوه، يعني مو بس أربعة من الأنصار، لا كان مجموع في أيام النبي ومفروغ من جمعه. هاي اثنين، ثلاثة على قلبك، يعني المقصود بي أن لامس مشاعرك. نبه لي والله شوي هالنقطة، ترى أكو بعض الناس الكلمة ما تلامس مشاعره، أو النخوة ما تلامس مشاعره. ها، شوف أنت، شوف الناس الآن في حياتنا اليومية، واحد تكلف تيجي ليد ما يوجهك عنده، تكلف في قضية تلقاه يمشي بيها أحد من السيف، يطارد بيها ويستجيب إلى تكليفك وبنفس الوقت ينفذ. واحد كأنما عندما تكلم بقضية أو تكلم بنظرية أخلاقية أو نظرية ظلامة، كأنما أصم يمك، كأنما ما يسمعك، كأن جاك الخش، أبدا ما يم شيء بالمرة. هذا المعنى اللي صيد واحد من أدبائنا رحمه الله، عمر أبو ريشة في قصيدة الميمية العصماء، يقول: اسمعي نوح الحزانة واقربي، وانظري دمع اليتامى وابسمي، ودعي القادة في أهوائها تتفانى في خشيش المغنم، رب وامع تصما انطلقت ملأ أفواه الصبايا اليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. بل الواقع أن يقول هاي ومعتصما، هذه ممكن تمر على أسماع الكثير بس يشوفون قدامهم المسلمات مشبيات والمسلمين مذبوحين والديار منهوبة والأموال مشلوبة، لكن ما حد يتحرك أبدا، ماكو شيء من هذا. واحد لا والله بينخوة تمر علينا الكلمة، إذا مرت عليه شو تلامس عنده؟ تلامس عند المروءة، تلامس عند الرجولة، موطن الرجولة تنزل على قلبه مو تنزل على سمعه. الآن ليش تروح بعيد؟ الآن عندنا بعض الناس ينقرأ تقرأ عليه القرآن أصلا مو يما كأنما يقرأ له جريدة. واحد لا والله إذا قرأ الآية يتدبر بيها، يتدبر معناها، يتكيف ويا مشاهدها. مر عليك أن الإمام زين العابدين سلام الله عليه كان إذا مر بآية من آيات القرآن فيها وعد أو وعيد يدوب يتلون ألوانه، يصفر وجهه، وإذا مر على آية لا والله بيها بشارة بخير، بشارة بنعيم، تطفح أساريره بالبشر، لأن تلامس قلبه، تلامس مشاعر الآية. يعني عندما يقرأ القرآن يقرأ قراءة تدبر واعي، ينزل القرآن على قلبه مو على شمعه. هذا الفرق، الفرق تشوف واحد عندما تقرأ القرآن، القرآن عندما يقرأ يمر بقلبه، واحد لا والله يمر القرآن بسمعه، يعني يقرأ وكأنه ما إلى أي تأثير، ما كأن يرتبط به من قريب أو من بعيد. بينما رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا قرأ القرآن يقرأه قراءة من نزل القرآن على قلبه. طيب، فالقرآن الكريم إذن يعبر عن النبي، يقول له نزل به الروح الأمين على قلبك، بعدين شنو؟ لتكون من المنذرين. قد يسأل سائل يقول النبي رسالته مو بس انذار، مو بس جاي خوف، مو شايل شوق، لا، النبي حمل شوق وحمل سيف وحمل بشارة أيضا. النبي حمل الخير، النعيم، الوعد بالجنة،
الوعد بحياة مرفهة. فليش القرآن يقول له لتكون من المنذرين؟ ترى الإنذار يشمل التبشير بعكس التبشير. التبشير ما يشمل الإنذار، لكن الإنذار يشمل التبشير. شلون؟ يعني أنت تنذر للإنسان، تقول له إذا خالفت، إذا لم تطع الله ستعذب، وإذا أطعت الله ستنعم. في ضمن الإنذار أكو تبشير موجود. فلما يقول له لتكون من المنذرين، لأن الإنذار يشمل التبشير، هاي من ناحية. ومن ناحية ثانية لأن الإنذار أبلغ في تقويم الفرد. شلون يعني؟ يعني أكو بعض الناس إذا تقعد تحكي له أخلاقيات من الصبح لليل، شنو يعني؟ ما له تأثير عليه. شنو معنى يعني أخلاقيات؟ تقول لك هاي شنو، لكن تحط لخة شوية ضربتين زينة، يصير لك أنعم من الدخنة. هذا نوع، أكون نمط من الناس. الأغلب هكذا، الأغلب ما يعرف معنى قيام، ما يعرف إلا القوة. الأعم الأغلب تردعه القوة. ولذلك ألفت نظرك للكلمة المشهورة. الكلمة شو تقول؟ الكلمة تقول إن الله يجع بالسلطان ما لا يجع بالأديان. يعني القوة التنفيذية يقول هاي قوة رادعة تهذب للإنسان، تحفظ النظام. الأديان ما تلعب دور القوة التنفيذية، تمام. الأديان تجيب المادة تخليها للقانون، لكن المهم التطبيق. شو تجيبها للقانون؟ كل واحد من عندنا يعرف أن القانون يعاقب على الشرقة، لكن هذا إذا ما انقطعت إيده، نعم، ما يتأدب من الشرقة. نعم، يعرف أن القانون يعاقب على الزنا، لكن هذا إذا ما تعرض للعقاب، لا، ما يعرف أن شلون يرتدع عن الزنا. إذن الإنذار أبلغ في تقويم الفرد لتكون من المنذرين. وفعلا النبي صلى الله عليه وآله يعني بالوقت أول يستعمل العامل الخلقي، يستعمل الإرشاد، يستعمل التوجيه. إذا لا التوجيه ما أخذ دورة، يرجع للعقوبة. العقوبة فعلا إذا واحد أخذ بالنظام العام، وعظ النبي وقال له الشرقة حرام ومع ذلك أقدم وشرق، يقولهم دنوا اقطعوا يديه. لو شرقت فاطمة بنت محمد لقطعتها. إذن عندما الآية الكريمة تقول له من المنذرين، لتكون من المنذرين، لأن الإنذار أبلغ في تقويم الفرد، هاي اثنين. ثم انتقلت الآية الكريمة قالت بلسان عربي مبين. هنا شوي عندنا بحث مهم. اولا انا اسمع كثير من الناس يسال يقول ليش مثلا انا انزلناه قرانا عربيا، مع العلم ان رساله الاسلام رساله عالميه، ما لها علاقه. النبي مو جاي للعرب، جاي للدنيا كلها، ارسل للعالمين. فاذا كان ارسل للعالمين، ليش يكون باللسان العربي؟ انا اقول لك شنو السبب، اسباب اكو. اولا في ايام النبي ماكو لغه عالميه ترى، وحتى الان ليش تقول في ايام النبي؟ تفضل، الان ماكو لغه عالميه. يعني الان عندنا كل قطر الى لغه، ايش قد اكو لغات بالدنيا؟ بالصين مثلا تلقى مئات اللغات، بالهند تلقى مئات اللغات، بباقي انحاء المعموره كل شعب من الشعوب بعده لهجات ولغات. فلغه موحده عالميه ماكو. حاولوا أن يسوون لغة الإسبرنتو هذه، وما نجحت إلى الآن، ما نجحت. نبه لي، في لغة عالمية ما عندنا لغة، كل قطر إلى لغة، هاي نقطة. النقطة الثانية، النبي مو هو المبعوث الوحدة. المعمورة الكرة الأرضية بها أنبياء متعددين، كل قطر إلى نبي وإلى لغته، يعني ما اقتصر. لكن النبي بعث بها المنطقة، ولما انبعث بهذه المنطقة لازم أن نستعمل لغة المنطقة. لغة المنطقة لازم نستعملها. لغة المنطقة شنو؟ العربية طبعا.
فالنبي استعمل اللغة باعتبارها المنفذ الذي يفضي منه إلى مجتمعه وبعد ذلك ينتقل إلى باقي المجتمعات. هاي اثنين. ثلاثة، ترى اللغة إلها تأثير أساسي. بيش؟ إلها تأثير أساسي بالوئام وبالحروب. أنا ألفت نظرك، أكو كتاب صدر، أقول هذا عبارة عن الخبير الاستراتيجي في جامعة هارفارد علامات صموئيل، هذا عنده كتاب حرب الحضارات. حرب الحضارات يقول أن الحروب القادمة حروب حضارة، والمدخل لكل حضارة شنو هو؟ اللغة. يعني الآن أنت أي حضارة من الحضارات مدخلك إلها شنو؟ اللغة طبعا. يقول اللغات إذا اختلفت أحيانا تسبب حروب. شلون يعني؟ يعني هسه لا تروح بعيد، الآن احنا جاي نعيش حرب الآن قائمة جائر، ترى سبب من أسباب هاللغة، لأنه دول قسم يتكلمون الفرنسية وقسم يتكلمون الإنجليزية، نبه لي، ومناطق نفوذ حرب، واللغة تلعب دور مهم جدا في الحروب وفي السلم. اللغة هواية لها قيمة يعني، ولذلك تلقى الشعب الواحد اللي جمع لغة تقل فيه الحروب. هسه قد يقول لي واحد، لا شيخنا مو هالشكل، يعني شو احنا العرب هم لغة واحدة ودين واحدة ومع ذلك شي تاكل شي، ها شلون تشي ليش؟ يا سيدي مع الأسف هذا تراث، وتراث على ما أتخطر مستوى، مو لا شي. يقول واحد تنبه لي هاي المعلقة، واحدة من المعلقات اللي علقوها بالكعبة، شو تقول؟ بالله شو تنبه للأبيات، تقول الأبيات: ومن تكن الحضارة أعجبتك فأي رجال بادية ترانا، ومن ركب الجحاش فإن فينا قنا شلبا وأفراشا حشانا، وكنا إذا أغرنا على قبيل فأعوزهن نهب حيث كانا، أغرن من الحلال على ضباب وضبة، إنه من حان حانا، وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا. نبالي يقول ما لقينا واحد، يقولون أكو واحد هذا كان يحجم حجام، إذا لقى له واحد يحجمه ما يرجع لأمه يحجمه إلى أن موتها. هاي من النوع، هاي مصيبة. على أي حال، هاي بعض السلبيات المتوارثة اللي يعني ينبغي أن تتضافر القوى على، لأنه معروف أن اللغة الواحدة تكون مدخل للوئام، لأن حضارة موحدة واللغة تجمع المشاعر والأهداف والآداب. فلذلك القرآن الكريم لما يقول بلسان عربي، شنو المقصود؟ المقصود أن هذه الأمة نريد نفتح لها منفذ لحضارتها وننقل حضارتها للعالم. لأن ألفت نظرك، ترى إحنا عندنا سلبيات بحضارتنا، مو ما عندنا سلبيات، يعني لما ترجع لنا بالجاهلية أكو عندنا سلبيات، لكن عندنا إيجابيات كثيرة أيضا. عندنا نخوة، عندنا كرم، عندنا شجاعة، عندنا إلى جانب هذا حماية جار. عندنا مو بس حماية جار، يعني أنت تلقى بتاريخنا واحد يطلع من الصبح ما يروح الشغلة قبل ما يطلع الخبز، يفته إلمن، يفته للنمل إلى قرى النمل. عدي بن حاتم الطائي أكو باب بيته قرية ما النمل، يطلع الخبز يفته وين؟ يقول هاي جاري، هاي جاري، هذا ضيفي لازم أشبعه قبل أن أروح، يفت للنمل ها الخبز. تلقى أكو عندنا من يحمل حيوان. أكو عندنا في حضارتنا إيجابيات وأكو سلبيات، لكن لما تقيسها إلى باقي الحضارات، لا الحمد لله إيجابياتنا أكثر من سلبياتنا. زين، لذلك أراد الإسلام أن يأخذ الخصال المحمودة من الحضارة، وش يحط عليها؟ يحطها وين؟ يخليها تدوب ضمن هالبوتقة الإسلامية الرائعة وينقلها للعالم كوصفة رائعة. فلذلك أنزله باللغة العربية، واللغة العربية في واقعها مدخل إلى هذه الحضارة.
بلسان عربي مبين. فخدم العرب، خدمهم بيش؟ خدمهم بنشر لغتهم وبنشر فكرهم، وخلاهم سادة على العالم. زين، الآن آن لنا أن نتساءل، أما الإسلام هالشكل خدم العرب، ليش يوقفون العرب ممن حمل الرسالة هذا الموقف؟ ليش؟ يعني أرجوك اليوم مثلا إحنا نعرف المرء يحفظ في ولده، الجيوش تنساب إلى كربلاء. منين؟ من الكوفة، من الشام، من البصرة، من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، اللي المفروض أن يحمل للنبي، يحمل له رد فعل صحيح. شنو هو رد الفعل؟ الشكر على نعمته، لأن ماكو واحد أنعم على الأمة كما أنعم عليها رسول الله. كانت النتيجة هاللون من التضييق على بيت النبي بأي سبب؟ ليش؟ شقد يقول لي واحد هذا شيء تاريخي وراح. لا يا أخي، لا والله مو شيء تاريخي وراح، مع الأسف، مع الأسف إلى الآن. ها؟ شلون يعني؟ والأرجوك تفضل، هاي هاي هذا تراث المسلمين بين أيدينا، اللي حب أنا أطيع 20 مصدر من مصادر المذاهب الإسلامية. إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، تلقى أكو عقدة من وعترتي دائما وسنتي. ليش؟ العترة خشون دولة عشرة. العترة مو محسوبين على جهة، العترة للمسلمين دولة حملة القرآن. النبي قال لي افترقا حتى يرد علي الحوض. ليش احنا عندنا إصرار على إبعاد العترة عن الحظيرة؟ ليش؟ ليش عندنا الآن أرجوك يعني فكر الإمام الصادق سلام الله عليه، احنا إنما نقدس فكرة لإيماننا بأن فكر خالي من الشوائب وخالي من السلبيات ومنسجم مع روح القرآن، مع احترامنا للآخرين، لكن ليش ما يأخذ مساحة مثل ما يأخذ مساحة واحد من سائر الفقهاء العاديين؟ يعني أكو إصرار على إبعاد آل رسول الله، ليش؟ أكو إصرار على إبعاد الفكر الذي حمله حملة الإسلام، مع العلم أن رسول الله خدم الأمة خدمة، خلى لغتها هي اللغة العالمية. تدري أنت إحنا عندنا الآن مع فقهائنا معظم ممارساتنا الدينية يشترطوها باللغة العربية، العقود ما تصح إلا باللغة العربية، الصلاة ما تصح إلا باللغة العربية، القرآن ما يصح إلا باللغة العربية. نبه العقائد والأحكام معظمها على اختلاف في قلة وكثرة، اللغة العربية يعتمدوها الفقهاء. ليش؟ هاي محاولة من الإسلام لأن يجعل لغة العرب لغة عامة، لغة إنسانية عامة، لأن كل مسلم من المسلمين في شرق الأرض وغربها ملزم أن يقرأ الحمد باللغة العربية، وملزم أن يأذن باللغة العربية، وملزم أن يوقع العقود باللغة العربية. أرجوك أكو خدمة أكبر من هاي؟ خدمة لحضارتنا، خدمة لفكرنا، خدمة لتاريخنا، كل هذا اعتمده الإسلام. شنو اللي جاجينا به رسول الله؟ جاجينا به رسول الله أنه مثلا هاليوم تنصب لك الخيل والرجال، على ما يعبر عنا سيد حيدر رحمه الله، يقول عشية أنهضها بغيها فجاءته تركب طغيانها بجمع من الأرض شد الفروج وغطى النجود وغيطانها وطى الوحش إذ لم يجد مهربا ولازمت الطير أوكانها وحفت بمن حيث يلقى الجموع يثني بماضيه وحدانها. بدأت الكتائب إلى يوم التأسع استمرت الكتيبة تلو الكتيبة. الحسين يطلع يشوف هاي الخيل والرجال كأنه ذولا جايين يقاتلون عدو من ألد أعدائهم، ولهذا ذكرهم الحسين بهالمعنى يوم العاشر، قالهم أعنا تتخاذلون وهؤلاء تنشرون، أجل والله غدر قديم. يعني ما بيقولهم هذا ما كان منتظر مو متوقع. فبدأت هذه الجيوش تترى
وجن الليل على أهل بيت الحسين. يقول واحد من المؤرخين يقول طلع الحسين ليلا وجد أخته زينب متكئة على عمد الخيمة ومشغولة بفكرة واجمة. قالها أخي ما الذي دهاك؟ قالت لا أبا عبد الله، لقد استوحش قلبي من هذا الوادي، هالوادي هذا اللي نزلنا به الآن، شو ما الخيل والرجال أحاطت بنا، وهالوادي هذا جاي يبعث لي لون من الشعور بالأسى بالألم. قالها أخي تمسكي بحبائل الصبر، خليش ها خليش على الشكل اللي أريده إليك. وبالفعل هذا الوادي سبب لها الأسى، سبب لها اللوعة، سبب لها الألم. ليش؟ لأنه بهالوادي هذا فقدت أهلها، فقدت أعزتها. نعم جن عليها، والله مرت عليها ليلة بهذا الوادي. شو وقت؟ ليلة الحادي عشر من المحرم، بعد أن هدأت العيال وهدأت الأطفال، لم يبق عندها أحد. بعد أن هدأوا انفردت بنفسها بالليل، تتلف الحماة من أهلها صرعى، ها؟ مثل ما يوصفهم واحد من الأدباء يقول وسج الليل والرجال ضحايا والنساء المخدرات ذهول واليتامى تشرد وضياع والثكالى مدامع وعويل ودم شاطئ الفرات سيبقى الدهر يرويه والربا والنخيل. مرت عليها هالآلام، وين تروح وين تطلع؟ طلعت بالليل وين؟ إلى جسد أبي عبد الله. انفردت وحدها بالمعركة، تقوم من مسرح وتجلس عند مسرح إلى أن وصلت إلى أخي ما عودتني منك الجبه فعلى ما تجبوني وتجبو من ما مخنوقة بعبراتها، بس المن المن تخاطب صرعى على وجه الأرض، تخاطب أجساد أشكتها الموت مخضبة بدمائها، لين يرد الخيل والنجدة أجد الخيل ما ظل حامي شبع المدلة يوم فارقت الريادي أخي من يحمي ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك
ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم اختم لنا بالعاقبة الحسنة، اللهم ضعنا في رحال آل محمد يوم تحشرنا. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفتح.